مرحبا أخواني المتابعين، أنا موجود في مطار سوانافوم، حاب أبين لكم خدمة معينة بيحتاجها كثير من الأخوان الخليجيين العرب أو السواح بشكل عام. الناس اللي جاية مطار سوانافوم ترانزيت، يعني عندك أقل من 24 ساعة ما تبغي تطلع برا المطار لأن عندك شنط ما تعرف شو تسوي فيها وعفش كثير، وما تبغي تحجز فندق ومحتار تقعد في المطار الفترة هذه كلها. عموما في الطابق الرابع اللي هو طابق المغادرون تحديدا مقابل الكاونترين بي وكيو، شوف على طول، شوف العمود على الجهة الأخرى، الخدمة هذه اسمها بلو لاجج ليفت، يعني خدمة ترك الحقائب، ياخذون منك 100 ل 150 بات على الشنطة في اليوم 24 ساعة، بتخليها 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات اللي هو حلو. طبعا ياخذون بيانات جوازك، يعطونك وصل تحتفظ بالوصل هذا فيما بعد عشان لما تيجي تاخذ الشنطة مالك. هذه تعطيك ميزة انك انت ممكن تحط اغراضك، عندك 6 7 ساعات تروح الحي العربي، تروح تعمل شوبينج خفيف، تتسوق، تسوي اللي تبغيه وترجع تاخذ عفشك وتحط فيه الاغراض اللي شريتها وتسوي تشيك ان، لانه مو من المنطق انك انت تاخذ عفشك معاك وفي من تاكسي لتاكسي من مول لمول. فهذه الخدمه تسهل عليك الامر هذا كله. اعيد مره اخرى، في الطابق الرابع من مبنى المغادرون مقابل الكاونترين بي وكيو، ماشي. لكن للاسف الخدمه هاي الان مغلقه بسبب كورونا وما في حركة وما في سواح كذا، لكن في العادة أنا شخصيا دائما أستخدمها. شكرا لمتابعتي وإن شاء الله وافيكم بمعلومات جديدة أخرى.